مشاهدي القناة الوطنية الأولى، مرحبا بكم في النشرة الجوية اليوم الاثنين 12 جوان 2023. أسبوع جديد نستقبله باستمرار التقلبات الجوية، الوضع يكون ملائم نزول الأمطار ابتداء من الليلة ودرجات الحرارة تستمر مرتفعة. البداية تكون مع كميات الغيث النافع المسجلة خلال 24 ساعة الفارطة، وإن كانت أعلى الكميات في حدود 15 ملم في قفصة ومليمتر وحيد في عقارب من ولاية صفاقس. كذلك عشنا هبوب رياح كانت قوية بحساب الكيلومتر في الساعة، قبل في حدود 76-58 كم في الساعة في كل من جربة تطاوين نابل ومطمطة. درجات الحرارة المسجلة ظهر اليوم كانت في الشمال في المناطق الساحلية في المرتفعات ما بين 27 و 32، في بقية المناطق كانت ما بين 32 و 36، وفي أقصى الجنوب سجلنا 38 درجة. خصوصية الطقس نشوفها من خلال تسلسل سوار القمر الاصطناعي، كانت سحب عابرة على أغلب الجهات تكثف تدريجيا بالوسط محليا بالجنوب مع ظهور خلايا رعدية كذلك بالجنوب. بالنسبة لتوقعاتنا لطقس الليلة، الطقس يكون مغيم جزئين، فأحيانا كثيفة السحب مع أمطار متفرقة مؤقتا رعدية وقد تكون محلية وغزيرة بالمناطق الغربية والريح من القطاع الشرقي. بالنسبة لطقس غدوة، يتواصل الوضع ملائم نزول أمطار بشمال محليا بالوسط، وكذلك الريح يكون من القطاع الشرقي. قراءة في توقعاتنا لدرجات الحرارة للمدن التونسية، تونس الكبرى تكون في حدود 33-23 في قليبية، 28 في نابل، 31 في كل من زغوان وبنزرت، 30 في باجة، 26 في طبرقة، 32 في جندوبة، 27 في سليانة، والكيف 28، وضع ملائم نزول أمطار في تالا في حدود 26 درجة، القيروان 29، في جهة الساحل كذلك أمطار منتظرة، سوسة 29، المنستير 27، والمهدية 29، 25 في كل من جزر قرقنة وصفاقس، درجة حرارة في سيدي بوزيد والقصيم حدود 28. وبالنسبة لمدن الجنوب الغربي، درجة حرارة تتواصل مرتفعة، قد نسجلوا في قفصة 36 و39 في كل من توزر وقبلي، سحب تكون عابرة. بالنسبة لمدن الجنوب الشرقي، جابس في حدود 33، جزيرة جربة 31، 34 في مدنين وتطاوين، وقد نسجلوا في رميدة 37 درجة. بالنسبة للملاحة وصيد البحري في منطقة سيرات وخليج تونس، الرياح تكون جنوبية غربية، البحر قليل الاضطراب، فاعلية الرياح من بين 5 إلى 15، محليا من 15 تتقوى توصل 20 عقدة. في خليج الحمامات ومنطقة الشابة، الرياح تكون جنوبية شرقية، البحر قليل الاضطراب وفاعلية الرياح من بين 10 إلى 20 عقدة. في خليج قابس، الرياح شمالية شرقية، البحر قليل الاضطراب فمتموج وفاعلية الرياح من بين 20 إلى 30 عقدة. قراءة في توقعاتنا لدرجات الحرارة لبعض المدن والعواصم العربية والأوروبية، الطقس كثيف سحب نواكشوط، الدار البيضاء مغيم جزئيا، الجزائر في حدود 26، طرابلس طقس صافي 29، الخرطوم درجة حرارة تتواصل مرتفعة 41، القاهرة طقس مغيم جزئيا في حدود 37 درجة. بالنسبة للبقاع المقدسة، درجة الحرارة تتواصل مرتفعة، المدينة المنورة ومكة المكرمة طقس مشمس في حدود 42، مسقط 41، 38 في أبو ظبي، 44 في الدوحة، الكويت في حدود 42، وبغداد في حدود 43 طقس مشمس. بالنسبة للشرق الأوسط، درجات حرارة تعتبر منخفضة نسبيا، القدس الشريف أمطار منتظرة 27، بيروت 27، دمشق في حدود 32 طقس مغيم جزئيا، اسطنبول سحب عابرة في حدود 23 درجة. بالنسبة لأوروبا، درجات الحرارة في روما 27 أمطار منتظرة، مرسيليا 29 في لندن، 22 في برلين، 29 في بروكسل، أمستردام 27، فيينا 22، 26 في جنيف وباريس 30 طقس مشمس، مدريد 24، ولشبونة كذلك تحافظ على نفس المستويات 24 درجة طقس مغيم جزئي. بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة، يوم الأربعاء البحر يكون متموج على كامل الشريط الساحلي، ما عدا الجنوب يكون شديد الاضطراب والريح من القطاع الشمالي على كامل الشريط الساحلي، أمطار متوقعة وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال للوسط، سحب عابرة بالجنوب، انخفاض طفيف لدرجات الحرارة بالشمال بالوسط وتتواصل مرتفعة بالجنوب وخاصة في أقصى الجنوب قد نسجل 45 درجة. بالنسبة ليوم الخميس، البحر شديد الاضطراب بالشمال، في بقية السواحل الشرقية يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، الريح من القطاع الشمالي وأمطار منتظرة صباحا بالشمال، الطقس يكون مغيم جزئيا بالجنوب وبالوسط ودرجات الحرارة تتواصل المنخفضة بالشمال وبالوسط ومرتفعة جدا بالجنوب. أوقات الشروق والغروب، الشروق إن شاء الله يكون في تمام الساعة 4 صباحا و59 دقيقة، والغروب 7 مساء و40 دقيقة. لمزيد المعلومات طرق التواصل والاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي على صفحة الويب www.meteo.in، تتفاعلوا وتتواصلوا معهم على صفحة الفيسبوك والموزع الصوتي. أوقات صلاة لمدينة تونس وما جاورها، صلاة الصبح تكون في تمام الساعة 3 فجرا و7 دقائق، صلاة الظهر منتصف النهار و26 دقيقة، صلاة العصر في تمام الساعة 4 مساء و11 دقيقة، صلاة المغرب في تمام الساعة 7 مساء و42 دقيقة، وصلاة العشاء في حدود الساعة 9 مساء و32 دقيقة. دمتم أوفياء الوطنية الأولى، إلى لقاء نسكن.